وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث حتى إذا هلك أولئك، أولئك من؟ الذين أوحى إليهم الشيطان بأن يصوروا صورا لهؤلاء في مجالسهم ونسي العلم عبدت. فقوله ونسي العلم ضبط عند البخاري ونسخ العلم، وفي رواية تنسخ العلم، ولا تعارض بين هاتين الروايتين، لأن من معاني النسخ الرفع والإزالة